أحبائي، إن كنا تسلمنا مسؤولية الكنيسة إلا أننا نرجع إلى إبرشيتنا صغارا تحت أقدام قداسة أبينا الحبيب. وكأن الله كان يدخر هذا الرجل الحكيم ليشارك بالعطاء لوطن في محنة، وخلفه حوالي 15 مليونا من المصريين، ولا أقول المسيحيين. ففصيلة دماء الشهداء ليست أبدا في خانة الدين. هذا الرجل ابن البحيرة المولود في قرية نطرة قرب المنصورة، واسمه وجيه صبحي باقي، قد لبى النداء بالرهبنة وعاش في اللاية، وهي غرفة الراهب البعيدة تماما في دير أنبا بشوي عن صخب الحياة ومغريات الحياة. هو نفسه الذي صار بطركا لمسيحيي مصر والعالم. جاء ترتيب البابا تاوادروس الثاني 118 بعد تنيح أي رحيل باب العرب الأنبا شنودة الثالث. لقد اقترحت اللقاء في الدير فوافق، واقترحت حوارا مطولا نفرد فيه حلقة ثانية للشأن العام الذي لا ينفصل البابا تاوادروس عنه لحظة، فوافق. إن الهواء الطلق يحرض على الأسئلة المعلقة، وفي منتصف النهار بدأنا الحوار. وعندما رأيت البابا بملابس الكهنوت وعصا الرعاية انتابتني حالة خشوع وبدأت قداسة البابا. بشعر انه الحوار في الهواء الطلق له معنى، ربما لانه لا تقيده جدران ولا سقف. تمام. واظنك ان حواراتك دائما لانها تنبع من قلبك، اظن انها بلا سقف، ولا انا ببالغ؟ لا، بلا سقف. بلا سقف، سقفها السماء، تلتحف بالسماء. أيوه. الله. معنى جميل يا سيدنا. طيب النهاردة وإحنا في هذا المكان الدير، حضرتك عشت هنا في قلاية، تتذكر كم سنة؟ أولا أهلا وسهلا بيك وبيكم. هنا المقر الباباوي الملحق بالدير. نعم. الدير منطقة من القرن الرابع الميلادي. دير الأنبا بشوي. نعم. وده الدير اللي أنا ترهبنت فيه. صحيح. أنا دخلت الدير سنة 86 وظللت تحت الاختبار مدة عامين. يعني إيه تحت الاختبار يا سيدنا؟ بيختبروني أنفع في الحياة الرهبانية ولا ما انفعش. وهو ممكن إنسان ما انفعش؟ ممكن خالص. يعني ممكن إنسان يختبر، أو يقولوا له حياة رهبانية مش مناسبة ليك، أو هو اللي يجد في تسمح تقول لي إيه المعيار؟ معيار الحياة الرهبانية لها خصوصيات خاصة. يعني مثلا الحياة الرهبانية قائمة على الفقر الاختياري. تمام. أنت لا تملك شيء. الحياة الرهبانية قائمة على الطاعة، طاعة الأب الروحي بتاع الدير، رئيس الدير. الحياة الرهبانية قائمة على التبتل، الحياة المتبتلة. فدي المعايير الرئيسية، يحطها بعض المعايير الأخرى زي مثلا محبة الوحدة، محبة السكون. في واحد تلاقيه سوشيال اجتماعي وسط الناس. تمام. وفي واحد يقدر يدير وقته
جيدا لم يعد لوحده. لكن يا سيدنا اسمح لي ان انا اقول لك بعض ما يرى في حياة الدير. هل الدير هو خصام مع الحياة؟ خصام؟ لا، كلمة خصام دي كلمة كبيرة؟ لا مش كبيرة، لا توجد على الإطلاق في القاموس، لا توجد، مفيش، بالعكس. ده أنا أنظر للحياة الرهبانية أنها محبة أكثر للحياة. يعني أنت تقترب من الحياة أكثر؟ أحب الحياة أكثر. إزاي؟ تسمح توضح لي؟ أحب الحياة بمعنى الحياة الإنسانية. في الحياة العادية الإنسان غالباً ارتباطه بأسرة، زوجة، أولاد، بنات، عائلة، أقرباء، دي العائلة. العائلة العادية أو العائلة الجسدية، يعني كيف ما تسميها. نعم. لكن يوجد نوع آخر نسميه العائلة الروحية. العائلة الروحية دي باتساع العالم كله. باتساع كل العالم، أرحب، كل إنسان أكثر رحابة. أيوة. كل إنسان أقابله هو أخ لي، كل إنسان أقابلها هي أخت لي. تمام. كل إنسان كبير هو بمثابة أب أو أم. كل إنسان صغير بمثابة ابن أو ابنة. نعم. لكل البشر. بدون حدود. فما فيش، الحياة الجسدية محدودة. زي لو سألت حضرتك سؤال، أيهما أكثر محدودية، الجسد أم الروح؟ نعم، الجسد. الجسد. الجسد له أبعاد وله طول وله عرض. طبعا الروح أكثر رحابة. بالضبط كده. نعم. فالحياة الروحية أو العلاقات الروحية، هل دي فلسفة الرهبنة يا سيدنا؟ الفلسفة الرئيسية في الرهبنة. الاتساع للعالم كله. أن ترى العالم بقلب مفتوح وعائلة. عائلتي. عائلتك. عائلتي. اللي هي العالم كله. العالم كله. وليس العائلة المحدودة. أيوة. اللي هي في البشر اللي احنا بنعرفه بشكل عام. يا سيدنا، ليه شفت دموعك يوم تجليسك؟ أنا لمحتها وناس كتير لمحوها. عفوا، هل هي النقلة الحضارية، الخروج من الدير ومقابلة فجأة الكاميرات والرسميات وأشياء كثيرة، وأنت تعلم ما معنى هذه الحياة المدنية التي انتقلت إليها، لماذا خزلتك دموعك؟ اللي حضرتك بتذكره ده جزء. نعم. جزء من المشاعر اللي موجودة، لكن الجزء الأكبر هو جسامة المسؤولية الروحية. جسامة المسؤولية. أشعرتك بأنك على داخل على مسؤولية ضخمة. مسؤولية كبيرة جدا. نعم. ومسؤولية لها يعني ممكن أقول إنها بلا حدود. صحيح. صحيح. يعني حضرتك عارف في الأعمال العادية في job description. تمام. وصفات الوظيفة. صحيح. هتعمل كده وكده. صحيح. وكده. صحيح. في العمل الروحي مفيش كده. العمل الروحي يخدم الإنسان وكل الإنسان وكل إنسان. يا أحبائي، إن كنا تحسلمنا مسؤولية الكنيسة إلا أننا نرجع إلى إبرشيتنا صغارا تحت أقدام قداسة أبينا الحبيب. بما أن قداستك شرحت ده، إيه يعني سلطان المكان عليك وأنت في الدير قد عشت متفردا وأحيانا مع جموع الرهبان؟ طبعا إحنا في حياتنا في الدير بنعيش حياة الشركة الرهبانية.
يعني بنصلي ويا بعض. هل هي جافة يا سيدنا؟ لا طبعا مش جافة، يعني ممتعة. أرجوك تعذرني إذا أنا وصفتها باعتباري خارج الحياة الروحية فبوصفها بأنها جافة، لأنه لا فيها أي شيء على الإطلاق. لا ده فيها كل شيء، فيها كل شيء، كل شيء. يا سلام. فيها كل شيء، فيها الشبع، الشبع الروحي، فيها الشبع، الشبع الإنساني، الشبع القلبي، فيها الاكتفائية. قداسة البابا المتنيح البابا شنودة نعم. له كتاب بعنوان الله وكفى، تعبير عن كده، فالله وكفى، في أكتر من كده؟ تمام. أفتكر ده يتفق مع من قال يوما لست وحدي أنا مع الله. هو نعم. برضو البابا شنودة قدم قصيدة تحت العنوان ده لست وحدي. تمام تمام. فهنا في حالة من حالات الشبع الروحي اللي كل ما تدخل فيه كل ما تشبع أكتر، كل ما تتقدم فيه كل ما تشبع أكتر، وتجد وترى عجائب ومجالات روحية خصبة عاشت وعاش فيها أباء على مستوى التاريخ وبنتمتع بيها النهاردة. طب يا سيدنا وبنختبر. سيدنا ما مشكلتنا نحن الذين نعيش الحياة المدنية وأنت تتحدث عن الشبع الروحي وتتحدث عن الإحساس، عفوا وصحح لي التعبير، بالاستغناء عن الحياة المادية؟ ما نقدرش نستغنى، ما نقدرش نستغنى. بنشرب وبنعيش. إيه مشكلتنا نحن؟ ما هي مشكلتنا؟ مشكلة العالم أساسا الصخب، الصخب والضوضاء، وعدم. هل هو بالمعنى البيئي ولا بمعنى اكبر من البيئي؟ فيه. لا طبعا البيئي جزء منه البيئي. لكن الصخب ليس الخارجي في الداخل. يقولون تنام العيون ولا تنام الهموم. الله حلو. تنام العيون ولا تنام الهموم. احنا همومنا مستيقظة دائما. الاب الراهب في الدين ليس عنده هم. صحيح صحيح، ليس عنده هم، ولذلك تسمع الاختبار ده كتير من اباء الرهبان، يقول لك بس تخسر انام، بس تخسر انام. لان الجو الهادئ والسكون الليلي ومحبه الانفراد بالتسبيح مع الله تخلي الواحد انام ليه. من التقاليد الرهبانيه ان التسبيحه الليليه نبتديها الساعه 4 الفجر. تمام. نقوم كل الاباء الرهبان ونروح الكنيسه ونبتدي في حاله تسبيح تستغرق حوالي ساعتين او اكتر. لماذا البطرك يختار من الرهبان دائما؟ عشان المسؤوليه كبيره فيبقى متفرغ ليها اساسا. صحيح. طب انا بعرف انه الرهبنه لا علاقه لها لا بالمراه ولا بالمال. تمام. قصدك الارتباط الزيجي؟ نعم. ولا بالمال؟ ولا بالمال. سيدنا هل المال والمرأة شرور؟ لا طبعا. أولا المرأة كائن خلقها الله كالرجل تماما. تمام. له نفس القيمة ونفس المساواة ونفس التعبير ونفس المصير، وعلى تعبير الكتاب المقدس معين نظير، ده التعبير الكتابي. نعم. خلق حواء معين نظير. نعم. وحكاية إن آدم قبل حواء دي عملية ترتيب الخلق بس فقط، لكن ما فيهاش أفضلية ولا صحيح. أولية. صحيح. ده بالنسبة للمرأة. والمرأة كأم وكأخت كزوجة وكابنة، سواء المرأة متزوجة أو متبتلة أو مترملة، كل هذه في عداد الساعين للملكوت. نعم نعم. المال عطية من الله، إن أحسن الإنسان استخدامها، أي إنسان لها بركتها. نعم. إن أساء استخدامها لها شرورها. سيدنا هو قداستك اسمك تدرس، الاسم ده ليه معنى؟ أنا اسمي تاودروس. 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 تاودروس كلمة قبطية. معناها؟ تعني عطية الله. Gift of God. Gift of God. تمام. وهي المعنى المقابل في اليوناني تيودور. نعم. وفي اللغة العربية تدرس.
صحيح. وفي الترجمة العربية عطية. أو هبة. قداستك كان اسمك في الدير وأنت راهب تيودور. تيودور الأنبا بشوي. تيودور الأنبا بشوي. تمام. تيودور. تيودور نفس الاسم. تمام. من يوناني الأبتي. تمام. هل الدير يا سيدنا هو مفرغ الروحانيات إن صح التعبير؟ مفرغ يعني؟ يعني مفرغ. مفرغ. يعني يعني. مفرغ. هو. ينتج. ينتج. تمام. جو الدير هو اللي بيساعد على كده. لاحظ حضرتك إن الأديرة أماكن عاش فيها آباء عبر أجيال وقرون. واختبروا الحياة الرهبانية وملأوا المكان صلوات ونسكيات وقراءات واختبارات، فلم يعد الدير مجرد مباني أو طرقات زي اللي بتمشى فيها. عاد الدير جو. أما كلمة قلاية يعني إيه؟ قلاية اللي هي بالإنجليزي قلاية. قلاية. قلاية طبعا مش كلمة عربي، لكن معناها الغرفة المفردة لفرد واحد يعيش فيها إنسان. اللي هي بالإنجليزي سيل. سيل. سي إي إل إل. اللي هي نفس المعنى. تمام. كلمة خلية. خلية بالظبط. أو كلمة زنزانة. تمام. كل تمام. ده أنا ما قدرتش أقول زنزانة يا قداسة البابا. لا خفت المعنى. أيوة المعنى. أنا باخد المعنى. أنا بقول الراهب يعيش في قلاية. في قلاية. تمام. القلاية عبارة عن غرفة مقسومة اسمين. قسم داخلي اسمه المحبسة. وقسم خارجي اسمه المضيفة. لو جه حد من اخواته الرهبان يزوره لأي سبب يقعد في المضيفة. المضيفة دي يعني جزء من غرفة. تمام. أما المحبسة فله فقط، لا يدخلها أحد. نعم. دي مخدع الصلاة. نعم. فيها مكانه. مكان إقامته. نومه. مكان إقامته. وصلاة. تمام. وصلوات. تمام. تمام. سيدنا هذه العصا هل هي تتوارث للبطاركة عفوا؟ كانت في وقت من الأوقات بهذه الصورة. ثم؟ كان في التاريخ القديم عندما يتنيح الأب البطريرك يدفن بالعصا. نعم. العصا دي تسمى عصا الرعاية أو عكاز الرعاية. عكاز الرعاية. وهي تعبير عن مسؤولية. العصا تعبير عن مسؤولية. تقابل. بمعنى أنك أنت تتكئ على إيه؟ لا. هي العصا معناها اتكاء. العصا معناها مسؤوليتي عن هذا الشعب. مسؤولية. والعصا دي يوم إقامة البطريرك يأخذها من على المذبح كأنه يتسلمها من السيد المسيح. بيقول له خد إرعى شعبي. خد إرعى شعبك. العصا دي تقابل عصا المايسترو. المايسترو بتاع الفريق الموسيقي. هي عصا قيادة. والعصا تقابل أيضا في الفرق الموسيقية وفي قيادات القوات المسلحة في أي دولة في العالم تلاقي في عصا. تمام. تمام. فده تعبير عن المسؤولية. هو قداستك ليك ولع بالموسيقى؟ مادام قلت المايسترو. أسمع. تسمع. أسمع. من تسمعه يا سيدنا؟ كنت أسمع قبل كده. من؟ يعني أحب جدا موسيقى فيروز، موسيقى الرحبانية. مدرسة الرحبانية في الموسيقى. تمام. يعني دي أشعر أنها مزيج من الروحانية، مزيج من الصفاء، مزيج من النقاوة، مزيج من الإتقان. أنا ما أعرفش في يعني في التلحين. نعم. لكن ده مجرد مشاعري أو المشاعر التي تنتقل إليه. يا سيدنا حضرتك اشتغلت في يوم من أيام صيدلية بعد ما تخرجت. أيوة. قبل الحياة الروحية. وأظنك اشتغلت في أجزخانة صغيرة في دمنهور. مش في أجزخانة. مش في صيدلية. لا. ولا صيدلية أكبر. لا. اشتغلت يعني مدير. لما تخرجت اشتغلت في وحدة صحية. فترة. وبعد كده اشتغلت في مصنع أدوية. في مصنع أدوية. أيوة. هل الإنسان المصري عاشق للدواء بشدة؟ أنا نفسي أعرف. عشان الصيدلة يعيشه. لا معلش يعني بس برضو نفهم. لا. الإنسان المصري يستخدم دواء بكمية كثيرة وقد يساء استخدام. صحيح. ده يحب الروشيتة وش وظهر. ده طبعا من الأخطاء. حضرتك في يوم من الأيام صرفت روشيتة بدون يعني من غير روشتة علاج؟ ما في طائفة من الأدوية من غير روشتة.
واللي بروشيتا المفروض لازم روشيتا قانونا. يا سيدنا عمر قدماك ما خدتك على السينما تشوف فاتن حمامه وشريهان ونيلي؟ في اسماء اعرفها وفي اسماء ما اعرفهاش. زي مين اللي ما تعرفوش يا سيدي؟ يعني مثلا فاتن حمامه اسمع صوت اسمها طبعا. طبعاً. طبعاً. واعتقد زمان شفت بعض افلامها في التلفزيون. لكن ما روحتش السينما يا سيدنا. انسانه وقوره صحيح. مره زمان يمكن في مرحلة الجامعة رحنا سينما مش فاكر فيلم ايه اجنبي كان اسمه بلا عودة او حاجة زي كده. جميل. حضرتك بتحب السينما؟ يعني بس في تلك الايام طبعا. كانت حاجة نوع من الاستكشاف يعني. طيب فاتن حمامة شريهان ونيلي دي اسماء ما تعرفهاش؟ اسمع بس تسمع عنها في الجرايد وخلاص. وبعدين كانوا بيعملوا الفوازير وحاجات من هذا القبيل. طبعاً. سيدنا في تقديرك الشخصي ايه الاحساس اللي جاي لك لما بتشوف جسامين الشهداء في مصر؟ ابكي في قلبي. نعم. واشعر ان هؤلاء هم حراس الوطن. القوات المسلحه والشرطه الوطنيه دول حراس الوطن. واشعر ساعتها بقيمه الوطن الذي يقوم بحراسته. وتألم في داخلي وبشدة عن هذا الكم من الشر الذي ليس له أي مبرر ولا يحقق أي نتيجة. يعني صور حضرتك واحد يضارب الهواء. نعم تمام يا سلام. يضارب الهواء بالضبط. ما الفائدة؟ يعني بتحقق ايه؟ والحقيقة الشعب المصري في تاريخه له معدن مختلف تماما عما حولنا. الشعب المصري نعم. حضارة نهر النيل والحضارات اللي نشأت على ضفاف النيل في التاريخ المصري من التاريخ الفرعوني من التاريخ المسيحي من التاريخ الإسلامي على امتداد هذا التاريخ جعلت الإنسان المصري له صفات وخصائص مختلفة عما حولنا. لكن الحزن من سمات الشخصية المصرية. طبعا الحزن، ولكن الحزن برجاء. الحزن برجاء والحزن بأمل. في حزن بيأس أن يتحول. يعني لا يسقط الحزن في مصيدة اليأس. بالضبط كده.